يعني احنا خلال البرنامج لو بنحاول ما بنحقق بالاخير، بس بنحاول نسمع من الامانه، نسمع من شركه الكهرباء، نسمع من النواب حول هذا الموضوع، ولو انه يمكن لو انه قاعدين في صالونات، تمام، ان كان مع شركه الكهرباء احد مدراءها ولا في امانه عمان احد المسؤولين ولا كذا، بتعرف تفاصيل وبتقدر تحقق اكثر في الموضوع عن الموضوع يمكن الرسمي حاليا، او محاوله نعرف الاسباب الحقيقيه. معنا حول ايضا هذا الموضوع مدير خدمات المشتركين في شركه الكهرباء الاردنيه المهندس شكيب عوده. مهندس شكيب، مساء الخير. مساء الخير مهندس احمد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مهندس، يعني بدايه في المنخفضات يمكن لاول مره بتكون المشكله بشكل اساسي مشكله كهرباء، انقطاعات كبيرة. بالعادة كانت المشاكل تصب أكثر في موضوع الطرق، في موضوع الفيضانات، الكهرباء. نعم يكون هناك انقطاعات، ولكن لم يكن هناك شكاوى أو يعني حديث الناس حول مشكلة انقطاع الكهرباء. بداية يعني ما السبب الرئيسي في فيما جرى تحديدا هيك بشكل عام؟ شوف مهندس أحمد، تفضل. اولا لما اعلنت اداره الارصاد الجويه ان هناك منخفض ثلجي، هيئه تنظيم قطاع الطاقه وهي الهيئه الرقابيه على شركات توزيع الكهرباء طلبت من شركات الكهرباء ان تعلن خطه طوارئ قصوى. نعم. احنا وشركات التوزيع الاخرى اعلنا خطه الطوارئ القصوى بحيث تبدا يوم الاربعاء الساعة 11:30 صباحا. نعم. الآن كشركة كهرباء احنا جهزنا كل ما يلزم هذه الخطة، وهي خطة للعلم تم تجهيزها من أشهر وعرضها على هيئة تنظيم قطاع الطاقة اللي هي الهيئة الرقابية علينا. جيد. وتم اعتمادها من قبل الهيئة. وهذه الخطة تشمل كل شيء، كل ما يلزم في حالة الطوارئ، كل الاحتمالات وكل العاملين في الخطة. يعني إن كان حوالي 2160 شخص في الخطة ما بين مهندس وفني وإداري وسائق، توزيعاتهم بالأسماء بأرقام التليفونات بأماكن تواجدهم في غرف العمليات، الآليات بأرقامها بتواجدها، كل ما يخص الخطة كان تم اعتماده من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة. جيد. الآن لما أعلنت الخطة يوم الأربعاء وبدأ تنفيذها الساعة 11:30، الأمور كانت تمام، يعني حتى يوم يعني صباح الخميس. اشتداد العاصفة الثلجية، يعني هي لم تكن ثلج عادية زي ما بعض المتنبيين حكوا، لا هي كانت عاصفة وتركزها في منطقتين في المملكة، في عمان والسلط. نعم. للعلم الشمال ما عليه أي تقرير دارس أرصاد جوية، شوفوا سماكة الثلوج، الشمال لم يذكر على الإطلاق، ما نزل ثلج نهائيا سوى في رأس منيف. الجنوب نفس الشيء، في 2 سنتي الكرك، 2 سنتي مع 2 سنتي ما في ثلوج. الثلوج تركزت في عمان والسلط اللي هي منطقة اللي هي تتبع شركة الكهرباء الأردنية بالذات. نعم. الآن اللي حصل أنه كميات الثلوج هذه كانت بكميات سقطت على أو تراكمت على الأشجار، بحيث أنه أكبر كمية من الأشجار نشهتها تسقط على الكوابل والشبكات الكهربائية والأعمدة. وهذا أدى إلى سقوط الأعمدة وتقطع الشبكات الكهربائية بشكل يعني كبير جدا. يعني أنا راح أضرب لك مثال فقط. نعم، يمكن سقوط الأعمدة يعني هو السبب الرئيسي في هذا التأخر، لأنه حتى زمان في الثلاجات لما يكون انقطاعات وتتعالج بشكل سريع. صحيح. بس خليني احكي لك مهندس صلاح احمد، انا راح اضرب لك مثال الان على تقطع الاشجار. تفضل. هلا مش فقط الاشجار اللي احنا المتداخله مع الاسلاك فقط. يعني في اشجار على الرصيف متداخله مع الاسلاك، الان في اشجار داخل المنازل سقطت يعني بعيده عن الشبكه الكهربائيه.
أنا امبارح كنت في منطقة الدوار الخامس بجانب فندق الريتز ريتز كارلتون. نعم. أوكي. شارع عرضه 20 متر تقريبا. على الجهة اليمنى شبكة الكهربائية. على الجهة اليسرى في أشجار. أشجار ثروة كبيرة يعني. نعم. يعني حوالي بجوز عمرها 30 سنة. الشجرة مخلوعة من 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 جذورها. وسقطت الشجرة بحيث وصلت الأسلاك على الجهة الثانية. وقطعت الأسلاك وأطاحت بالأعمدة. طب يعني هذا ما شاهدناه حتى في أليكسا. في أليكسا. ما شاهدنا هذه يعني هذا الكم من الأشجار اللي تسقط على على الشبكة الكهربائية وعلى الأعمدة. نعم. كم كبير جدا. الآن اللي بيصير إنه الآن نتيجة السقوط هذه الأشجار الآن بدها بدك ترد. أنت مهندس مدني أعتقد صناعي بس ملوش علاقة. أنا مش ملوش صناعي بس ملوش علاقة بس يعني أهم شيء العمود الأخير بدك تثبته. بدك لا ما بدك تثبته بدك تغيره. بدك تغيره بالكامل. انت يعني هذا العمود الان حسب الاحصائيه 170 عمود هذول كلهم كانوا لابد من تغييرهم. تغييرهم بالكامل. ليش تغيير بالكامل؟ لانه هذا العمود انكسر. خلص ما عاد منه فائده. اوكي. العمود الان بدك تحفر العمود جديد. بدك تجي تنقل عمود. بدك تصب هذا العمود. اوكي. هذه الصبه لازم تجف وفي ظل الأجواء يعني بدها ساعات حتى تجف. طيب. ليش تجف؟ لأنه أنا الآن بدي أرد أشد عليها الشبكة الكهربائية. طب كيف لو ما كانت جافة بده يرد العمود يسقط. صحيح. مرة ثانية. طب شو العمل؟ نتيجة قوة الشد اللي موجود عليها. نعم. طبيعي لابد أن يكون قاعدة ثابتة. هذا صحيح. في الأيام العادية الأيام العادية إحنا إذا عمود تم تغييره بأخذ 6 ساعات الأيام العادية الطبيعي. الشمس طالعة وجف الإسمنت بسرعة وبأخذ حوالي 6 ساعات. تمام. طب إحنا الآن في عنا طرق مغلقة. في عنا الظروف الموجودة. أوكي. ومع ذلك الناس بتلومنا إنه ليش طولت انقطاع التيار الكهربائي. هلا إحنا ما بنقول والله الناس يعني ليش بتشكي حقها. نعم. حق الناس انه الكهرباء تضلها شغالة عندها 24/24 على رأي اخواننا اللبنانيين. كويس. نعم. لكن هذه ظروف غير طبيعية صارت. صحيح. ظروف غير طبيعية. صحيح. وبالتالي طال الانقطاع واستمر بعضها يومين وبعضها 3 أيام حقيقة. صحيح. وهذا مؤلم جدا بصراحة. إنا هلا اللي بعض الناس بيقول لك إنه والله الشبكة تاعتكو بدها تغيير وشبكتكو مهترئة طب ما هي الشبكة هاي نفسها اللي شغالة طول السنة. يعني هي اللي شغالة طول السنة وهي شغلة في السنة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. يعني شغالة الشبكة وما في عليها أي حلو. إحنا نختار سواء كوابلنا شبكاتنا أعمدتنا كلها من أعلى المواصفات العالمية للعلم. طيب. أسألك سؤال دكتور مهندس. أتفضل. أغلب سقوط الأعمدة أو هل جميع سقوط الأعمدة بسبب الأشجار تحديدا؟ نعم. هذا مثبت وواضح. إما سببين. إما صار صدم إلها من قبل سيارات. كويس. نعم. أو سقوط أشجار أو انهيارات. احنا في عنا انهيار صار في حي الدبايبة جوز شفتوه. انهار الشارع كله. أيوة. الشارع. أيوة. انهار وبالتالي الأعمدة اللي موجودة على الشارع انهارت مع الشبكة. وهناك انهيار في نفق طبربور اللي هو تاع الباص السريع ايضا انهار. الحفية انهارت وانهارت الأعمدة معها. كمان. نعم نعم نعم. فهذا هذا هي الأسباب الرئيسية. كلها ضمن الأسباب الغير طبيعية يعني التي جرت. واضح تماما. أنا بصراحة يعني صح أنا بالأخير هنا دوري أن أسأل ولكن أنا معك في هذا الأمر. الأمر ما كان طبيعي فيما حصل وأنا نقدر ذلك تماما. بس أنا سؤالي كيف تم معالجة الأمور في الثلوج؟ كيف انعملت الصبة ولا تم الاستغناء عن مكان العمود وتم يعني هل بالكهرباء المسافة ممكن تزيد ويتحملها؟ هل
كان علاج مؤقت أم علاج جذري؟ كيف حللتم المشكلة في وقوع هذه الأعمدة؟ احنا مجرد ما تيجي الشكوى للكول سنتر عندنا الآن تمرر لغرف العمليات الموجودة في عندنا 35 غرفة عمليات كانت موجودة في عمان ولا في المملكة؟ في المناطق اللي اختصاصكم انتوا؟ نعم معظمها في عمان يعني في يعني حتى اقول لك شغله، احنا كنا فاتحين غرف عمليات في مادبا والزرقاء واغلقناها لانه ما في هناك ثلوج. ايوه وسحبنا المهندسين والورش والفنيين حتى يجوا يشتغلوا في عمان، سحبناهم يجوا يشتغلوا بعمان. نعم قرار صحيح. فهو التركيز كان عمان والسلط فقط. نعم. فاحنا الان غرف العمليات تستلم الشكوى وبتطلع الفرقه الفنيه او الورشه بتكشف على العطل وتقرر يعني استبدال العمود، تقرر اذا كان في امكانيه تشد الشبكه مباشره بتشدها، اذا كانت مش اعمده ساقطه حسب العطل يعني في اعمده. نعم. مش في خطوط مشتركين يعني الخط اللي جاي من العمود باتجاه العماره او باتجاه البيت. مفهوم. هذا سهل مباشره. أقصد هل تم عمل صب واستبدال عمود في خلال اثناء العاصفه؟ تم ذلك فعليا ولا نعم كلها نعم حلول نعم بديله نعم تمت؟ لا نعم تم كثير. كل الاعمده تمت في خلال العاصفه، كل الاعمده تم زرعها وتم صبها وتم شد شبكة عليها خلال العاصفة. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. طيب أنا كمواطن الآن مهندس، يعني أعتبر أن هذا ظرف قاهر وأتقبل هذا الموضوع بغض النظر أنه ما انقطعت عندي في الدار الحمد لله، ولكن هذا ظرف حصل والتبرير واضح لديكم يعني في شركة الكهرباء بحيث أنه هذه موضوع أشجار وموضوع هذا، وأنا سعدت منك أنه لم ترمي الأمر على شركة على الأمانة عمان، لأن هناك من يقول أنه الكهرباء بتقول الأمانة والأمانة بتقول الكهرباء، مالناش علاقة، والشجر أنا في الرصيف مسؤوليتي داخل البيت مش مسؤوليتي. يعني شكرا أنك أنت يعني وضعت السبب الرئيسي ويعني خبرتنا فيه. أنا يعني سؤالي مهندس، يعني من الذي يعني من الذي كبر الأمر أكبر من حجمه برأيي الآن؟ من الذي يعني النواب ولجنة الطاقة النيابية وتحويلها للقضاء واجتماع حضر فوق 40 نائب؟ يعني ناشي الناس عانت وهذا أمر طبيعي، طبيعي الناس تغضب وأنه هناك يعني انقطاع للكهرباء وأحد لا يحتمل، مش بحكي عشان ما انقطعتش عندي، ولكن هذا وضع طبيعي وحق الناس بذلك تماما وأن يعلموا السبب. بس أنت ما تفضلت به واضح تماما، موضوع أشجار، موضوع انهيارات، موضوع غيره، إن شاء الله أنه مش تقصير منكم ولا تقصير من أي جهة أخرى، ولكن هذا الظرف العام الذي جرى، يعني الشجرة بدك ترجع من المسؤول عن الشجرة أو كذا، ما الذي جرى هذه المرة؟ ما السبب في كل هذا الهجوم على إن كان الكهرباء أو الأمانة والكهرباء تحديدا حقيقة الناس بهاجموها؟ ليش؟ والله يعني أنا ما بعرف يعني شو السبب حقيقة الهجوم، لكن هو السبب الرئيسي أنه المواطن قطعت عنه كهرباء، وهي حاجة رئيسية عنده بصراحة، يعني ما بيستغني عنها، يعني بده يشوف تلفزيون، هو الآن هو في عطلة صحيح، بده يتفرج على التلفزيون، بده يستخدم النت، بده يشحن تليفونه، بده يستخدم الجيزر، بده يستخدم الجيزر، بده يستخدم حياته مربوطة بالكهرباء، تدفئته، يعني هو هذا أصبح جزء رئيسي جدا في حياته، وبالتالي لما تنقطع عنه الكهرباء طبعا بده يدمر، شيء طبيعي. صحيح يعني احنا ما ننكر على المواطن تدمره على الاطلاق، بالعكس جيد هو بده يدمر، لانه يعني لكن احنا لو نشوف دول اخرى، امريكا امبارح قطعت عن 40 الف منزل الكهرباء. لا مهندس احنا ما بنقارن حالنا بامريكا ابدا. لا احنا ما بنقارن حالنا. تتعرف انه هناك 40,000 انقطعت عنهم بسبب العواصف؟ عواصف صحيح. تتعرف انه هناك ببطلوا يستقبلوا تليفونات لمدة يومين او ثلاثة، ثم بعد ذلك يعلنوا للمشتركين انه انت المنطقة هاي بترجع لك بعد يومين، انت بترجع لك بعد ثلاث ايام، بترجع لك بعد اربع ايام. احنا ما عندنا هذا الكلام، شايف كيف احنا ما بنقارن حنا فيهم يا مهندس، شايف بقول لك احنا ما بنقارن حنا بامريكا. لا الله يعطيك العافيه. الله طيب سؤالي المهم. سؤالي مش على السياسي يا احمد. طيب لا مش حندخل على السياسي، بس سؤالي لك
هل انحلت الأمور كامل الآن؟ لا يوجد شكاوى، تم حل جميع المشاكل في هذه اللحظة الآن؟ أي نعم، الآن في شكاوى، لكن هي شكاوى يعني كلها اليوم، يعني أمور روتينية أخرى وليست بسبب العاصفة. في ناس بالضبط اللي هي اليومية العادية يعني. لكن ما في حدا من اللي انقطع عليه التيار بشكل متواصل لم تعد إليه الكهرباء؟ هذا سؤالي تحديدا. لا 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 لا، أنا الآن يعني الآن أنا تمام. تقريبا كنت قبل قليل يعني غادرت غرفة العمليات الرئيسية والكل يعني ما بقول لك في أعطال، لكن اللي هي أعطال الشكاوى اللي جتنا اليوم. تمام. أي نعم، المهم أعطال رئيسية بسبب العاصفة. نعم، وهي حلها وللعلم الآن أعطال كلها عبارة عن أعطال فردية يعني خطوط مشتركين مقطوعة. تمام. أشكرك جزيل الشكر المهندس شكيب عبد الله، شكرا جزيلا لك، مدير خدمات المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية. شكرا لك. شكرا لك أخ أحمد. شكرا لك. شكرا لك.